هل تجوز الغيبة والنميمة في شخص مجروح؟ لا يا أخي، فرق بين الغيبة والنميمة. النميمة لا تجوز، الغيبة إذا كان فيها مصلحة يترتب عليها مصلحة، تحذير من الشخص أو خصومة بينه يريد أن يتوصل إلى حقه، تجوز الغيبة في هذا. تروح لما الأمير أو لما رئيس الهيئة وتقول فلان ما صلى، فلان يعمل كذا وكذا، فلان عندي تجمعات، هذه غيبة، لكنها غيبة محمودة، لأنها القصد منها الإصلاح والأخذ على أيدي المفسدين. نعم. متى تكون النميمة جائزة؟ لا تجوز النميمة في حال من الأحوال، إنما الغيبة تجوز على وجه الشكاية وعلى وجه طلب الحق من المظلوم، يتشكي ويغتاب الظالم ويقول فعل كذا وفعل بي كذا، أكل مالي، سرق مالي، إلى آخره، من باب الشكاية لأجل إنصافه من الظالم، لا بأس. نعم.